منورينا مشاهدينا في برنامجكم صباح الخير يا كويت، وحياكم الله معنا. وصل معاكم إلى فقرة التغذية وأيضا الاعتناء طبعا بصحتنا وبصحة أبنائنا وأعيالنا من خلال الأستاذة سمية الإبراهيم. حياك الله معنا. أيوة حياك الله عبد العزيز. يسعد صباحك سمية. الحمد لله على السلامة ومن طول الغيبات يا بالغنايم. شوف الغنايم مش كثرها. ما تصور هذه غنايم. غنايم هذه ما تصور غنايم. عدل تشوفها شكل بس لا تيرب منها وايد. لا لا مو صور السوالف الحمد لله. زين تمام. يعني مساء عبد العزيز حاول يبطل شيء ياكله. حاول مالك هو كان وده بس اشاعات. اخر شيء تردد قال لك سميه تقول لي ما يصير ومو زين. لا لا الحلال واحد ويا سميه ويا سميه الحلال واحد. افكر اقول شنو بيجيب عشان عبد العزيز ياكل تريق اليوم بالاستديو. لا والله الامور مو صوفه كلش. زين بس والله يبشرك بالخير. سمية اليوم بتحكي لنا شوية عن سمنة اليهال اللي صايرة عمال على بطال بطريقة أكل مو مفيد. يعني يا ريت ياكلون أشياء تسمنهم نقول مفيدة. يمكن الصورة تحكي. قاعد ياكلون أشياء تزيدهم سعرات حرارية وتعطيهم أحجام غير أحجامهم. في ريت تكلمينا. بالضبط أحجام مخيفة. ويمكن أنا لما أروح مجمعات أو أروح أي أماكن عامة وأشوف هالأطفال اللي أمهم وأبوهم مودينهم مطاعم الوجبات السريعة وقاعد تطلبونهم وجبات بأحجام لا وكرشتها ما شاء الله من هني لهني. يعني أنا لما أشوفهم أقول يعني معقول الأم والأب مو شايفين إن في شيء صحيح ملاحظين الشيء اللي أوكي أنا ما أدري هم ماخذينه مرة بالأسبوع وجبات سريعة بس المنظر الطفل مو يعني مو طبيعي. حتى الشيء هذا او في جانب ثاني يمكن ما ادري اذا تلاحظونه وياي اللي هو نلاحظ بان يعني اكثرهم يعني اكبر من اعمارهم. صحيح تعابيرهم وملامحهم يعني تعطي اكبر من اعمارهم. صح وتلاقي حتى مثلا حصه الالعاب بالمدرسه او الرياضات اللي ممكن يسوونها مع ربعهم ما فيهم حيل. يعني الطفل اللي فيه سمنه انت تخيل لما يكون وزنك زايد كأنك شايل مثلا معاك اثقال حركتك راح تتغير. ما يقدرون يلعبون مع ربعهم اللي من سنهم بسبب السمنه اللي زايده. صحيح. فاذا بتكلم عن السمنه بشكل عام عند الاطفال طبعا خطوره السمنه عند الطفل لا تقارن بخطورتها عند الكبار. يعني الشخص السمين البالغ فرصة إصابته بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والضغط على المفاصل تكون أكبر من الطفل. لكن ما زال الطفل معرض بالأمور هذه راح أتكلم عنها. لكن بشكل عام الطفل السمين على الأغلب راح يكبر ويصير شخص بالغ سمين. حلو. انا راح ارجع لك ان شاء الله يعني سميه وراح ناخذ يمكن تفاصيل اكثر يعني حول هذا الموضوع وايضا خطورته. صحيح. اتصور مثل ما قلنا يمكن غاده بان مثل هذه الاشياء لها ضرر حتى يعني على مستقبل الاطفال ان شاء الله. صحيح. اذا تزوجوا في المستقبل اتصور هذه الامور راح تنتقل ايضا لابنائهم ولاعيالهم في المستقبل. صحيح. فاتصور يعني ما هي ظل البيئه عبد العزيز. هي بيئه الطفل شلون قاعد ياكلون في البيت. هي اساس الطفل نفسه. صحيح. يمكن امس ذا دكتورز سميه حطوا ياهله صغيره بنوته مع امها. هي امها نفس الحجم بس هي صغيره وهي كبيره. سبحان الله يعني مدورين اثنيناتهم. هو لان اذا هم بتكلم عن السمنه الوراثه تلعب دور كبير بس طريقه اكلهم غلط. بالضبط. ففي ناس مثلا يكون الام والاب ما عندهم زياده بالوزن بس الطفل وزنه زايد بسبب اللي هو الاكل. او صحيح. ممكن يكونوا اثنينهم الام والاب وزنهم زايد. صحيح. والطفل وزنه زايد بسبب عامل وراثي. صحيح. بس مو دائما والله سميه حتى بعض الاحيان نلاحظ يمكن يعني اولياء امور ما ابي اقول رشيقين او صحيين ولكن عاداتهم الغذائيه سيئة. او خاطئه. فقاعدين يقولونها الى ابنائهم ويورثونها الى الابناء. بالضبط. فاذا بتكلم عن اسباب السمنه بشكل عام السبب الرئيسي الاول اللي هو الوراثه. فعلى الاغلب الام والاب والخال والعم اللي تشوفونهم وزنهم زايد يكون الطفل هم معرض انه هو يكون عنده زياده بالوزن. في أسباب ثانية اللي هي قلة الحركة. فالطفل اللي ما يتحرك اللي فيه براد الحين كله قاعدين على الآيفون والألعاب والآيباد ينحشر من حصة البدنية. فهذه كلها تسبب إن زيادة بالوزن لأنه هو قاعد يأكل وقاعد. وهم الاختيارات الخاطئة بالأكل يمكن معانا صورة إحنا. صحيح. اللي شفت طفلة بالضبط فشوفوا هذا صحن كنت في كان عندي بعض يعني كان عندي برنامج وكنت مع صحبة أطفال فواحدة من الطفلة ببوفيه الفطور كان هذا اختيارها صراحة وايد شدني. وصورته ويمكن نزلته عندي بالانستغرام وكتبت ان طفله لا تتجاوز 12 سنه كان اختيار الريوق عندها نقانق هش براون تشيكن ناجتس ونوتيلا. فانا لما رحت لها وشفت الصحن يعني استغربت وسألت انه ليش ليش الاختيار هذا. انا ادري ان الطفل يحب السوالف هذه يعني خاصه اذا غاب الام والاب
ما كانوا موجودين معاه في مطعم او في المدرسه وكان الاختيارات مفتوحه راح يدش في الاختيارات هذا. صحيح. لكن هم هذا يعتبر جرس انذار مخيف ان الطفل هذا اللي يحبه وهذا اختياراته ماكو ولا شيء بالصحن يعتبر صحي. طيب خلينا نتكلم عن السعرات الحراريه. انا ودي صراحه يعني نعزز او نرسخ هذه الثقافه عند يعني عند المشاهدين وعند اولياء الامور تحديدا. الصحن اللي شفناه قبل شوي واللي حطيتيه في الانستغرام كهويانا على الهواء الحين ان شاء الله، ودي اعرف يعني عدد السعرات الحراريه في هذا يعني اذا الصحن. اذا بتكلم بشكل عام ما راح يكون اقل من 700 سعره حراريه طبعا. بعدين نتكلم عن مقالي لان النقانق مقلي والهاش براون مقلي وجبتين عدل والنوتيلا حق الطفل 600 سعره حراريه لوجبه فطور يعني كارثه. وقيمتها الغذائيه شنو بالضبط؟ يعني هي لو كانت 600 سعره او 500 سعره وحاطه افوكادو ولا حاطه مكسرات ولا حاطه حليب مثلا كامل الدسم اقول انه في منه فوائد، بس ما في ولا شيء من الصنف هذا اللي موجود يخسر حق اي فوائد. ويمكن هم لفت نظري انه لما كنا في البوفيه كانوا عارفين المكان هذا نيايين اطفال، فان مسوين كورنر حق الاطفال وحاطين انه سبونج باب ولا الكورنر هذا ما في ولا شيء صحي. يعني حتى انا قاعد امشي وقاعد اقيم ممكن كاخصائيه تغذيه اقول يعني ايش دعوه اطفالنا كل يعني كل شيء ممكن يجذب الاطفال من كاكاو من الفرنش يعني اشياء الفرنسيه الصمونات ولا الفطاير ولا الاشياء اللي فيها عسل ولا اللي فيها مربى ولا المقالي حاطينها. يعني مشكله هم عند الكبار اللي سووا الديزاين هذا مال البوفيه هم يعني انا ترى ممكن اسوي اشياء صحيه بس بشكل يجذب الاطفال. طيب اللي على الطاوله الحين سميه انا قاعده اشوف اشياء خطره بصراحه بس متداوله بشكل رهيب بالضبط. فاذا انا يعني بتكلم مثلا عن اكل الاطفال يمكن هذا مبالغ فيه ان الطفل قاعد يختار بس هذه الاختيارات. صحيح. بس لو بتكلم عن فطور اللي يريقون عيالهم كرواسان او الطفل يختار كرواسان حق وجبه الفطور او الام تحط له مثلا بجنطته مالت المدرسه كرواسان، الكرواسان يعتبر من أسوأ اختيارات الفطور طبعا. وخاصه للاطفال لان كل هي وايد فيها طبقات، الطبقات هذه متروسه زبده متروسه دهون فيعتبر اختيار. يعني انا عندي الصمونه هذه مالت الجبن ولا الصمونه مالت الزعتر وايد احسن من طبعا. مع ان اثنينهم طحين ابيض لانه في يعني ما يجتازون سكور عالي من الصحه لكن هذا جدا سيء الكرواسان. وفي محسنات وفي نكات وفي مش عارف ايش يعني صراحه اللي يعني حتى لما حتى لما تيجي تقرا المكونات في وايد اشياء تدش في تركيبه عشان يحافظون عليها. الحين هم من الاشياء اللي جذبتني طبعا هذه السوالف في وايد يحبونها الاطفال يعني ما ادري هذه الاسنان اللي الحين هذا كله جيلاتين يعني طبعًا. واصباغ يعني هذا مثلا لون الاصباغ هني مبين في عندنا البيتزا وهمبرجر يعني من كثر ما الاهالي يحبون بيتزا وهمبرجر هم سووا لهم سويتس على بيتزا وهمبرجر انتم مو بس تاكلونه الجيلاتين مو زين حق العظام بس مو بهالشكل صح؟ اي هو الحين المشكله الرئيسيه مو بالجيلاتين هني المشكله بالالوان الوان فهذا كل الالوان اللي جاي كلها الوان صناعيه يعني ما هم حاطين شمندر ولا حاطين فهني عندنا الصوره هذه إيه من اي من دراسه حلوه كاتبين فود دايز رينبو اوف ريسك يعني اصباغ الاكل عباره عن قوس قزح من الخطوره او المخاطر اللي راح تسببها لنا راح تسبب لاطفالنا. اي الام والاب اللي يروحون يمكن لما تروحون الجمعيه وتشوفون دائما طبعا في التسويق يحطون الحلويات في الارفف الواطيه عشان يخمط او عند الكاشير هم يحطونها بالارفف اللي تحت عشان الام والاب وهم قاعد يحسبون يقول ابي هذا لا وابي هذا وهم يعني لازم يكون في حزم يعني الام والاب ادري ان هم يحبون اطفالهم يبون يلبون كل رغباتهم بس الطفل ما يعرف مصلحته. صحيح. انا مسؤوله عن اختياراته. حلو. طيب سميه بس في شغله يعني احنا ما نقدر نحرم طبعا العيال او يعني الاطفال من هالاشياء هذه لكن نقدر يمكن اتصور نرسخ عندهم يعني بدائل اللي هي يعني الاشياء الصحيه. صحيح. فاكهه الامور هذه اللي فيها السكريات يعني السكر يكون موجود فيها بشكل طبيعي عدل. صحيح. فهني يلعب دور الام والاب يعني اكيد بالموضوع انه شلون يوعون اطفالهم. حلو. ولازم مثل ما احنا نقول walk the talk يعني الام والاب اذا اختياراتهم غلط واذا عندهم زياده بالوزن ويون ينصحون عيالهم لا اكلوا صح شلون يعني لازم انت قدوه مثل اللي لا تدخل وهو يدخل يعني لازم هو يشوفك ان انت مهتم وانت والله تدش المطبخ وتحاول تسوي مثلا وجباتك بشكل صحي تدخل مثلا البنت تدخلي بنتك معاك المطبخ او حتى طفلك الصغير وخليه يساعدك في تحضير بعض الوجبات يتشجع هو انه هذه جذبتك عبد العزيز. لا هذه في شغله بس انا ودي يعني طبعا انت يعني انت المختصه واهل الاختصاص ذاك اليوم قرأت دراسه عن طبعا اللون اللي موجود في هذه في الناتشز عرفتي الماده هذه او الصبغه هذه ماده مسرطنه يعني ايه اكثر من دراسه اكلت مع جبن الشيدر بالضبط اللي دهن
اللي موجود على قولتك. نحن نستخدم الاصباغ، ممكن هيئه الغذاء والدواء العالميه تصرح فيها، لكن بعد كم سنه تيجي تقول لا ترى فيها مواد مسرطنه اسحبها من السوق بعد ما الكل استهلك بكميات كبيره. بتكلم هم عن سبب يمكن اخير من اسباب سمنه الاطفال اللي هو الحالات المرضيه، وهم يمكن عندنا صوره هني حطتها بالكنترول انه ممكن الاسباب الزياده بالوزن قد تكون وراثه. الحين هذه الصوره وايد انتشرت بالآونة الاخيره وانحطت بالجرايد ان اب يبي يبيع كليته عشان يعالج اطفال الثلاث اللي يعانون من السمنه. يمكن وايد شفنا في انتقادات للاسف في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الجرائد للاسف ان هي قاعد تنتقد الاسره هذه ان انتم ايش قاعد توكلون عيالكم، ولا السبب كله يعني الحاله فقيره. هذا كثير من الدكاتره لما قريت عن الموضوع كثير منهم شخصوهم ان هم عندهم خلل هرموني لمرض معين اسمه برادر ويلي سيندروم. المرض هذا في خلل في كروموزومات الطفل يؤدي له في بعض في له سمات معينه للمرض هذا، من بينهم انه هم ما يحسون بالشبع فيكونون دائما يعانين، فحتى يطعمونهم يعني كميات مهوله من الاكل. الحين هذه الحالات ترى في لها سبب طبي، يعني ما يعني انا بس بيوصل صوره ممكن أو تتعالج أي أحد سميه. هو يعتبر سيندروم مثل داون سيندروم، ما يتعالج برادر ويلي ما يتعالج، لكن ممكن يسووا له كنترول من ناحيه الاكل. شنو خطوره السمنه على الاطفال؟ مو لانه هو طفل يعني هو محمي 100% مثل الكبار، لكن ما زالت خطوره في ارتفاع كوليسترول الدم، ارتفاع ضغط الدم، فرصه الاصابه بامراض القلب، السكر من النوع الثاني. قبل كانوا يسمون السكر او كانوا يطلقون على السكر النوع الثاني يجي للاطفال اشخاص من 40 سنه وفوق، لكن المعادله هذا الحين اختلت لان حتى اطفال في عمر 8 سنين قام يجيهم سكر من النوع الثاني بسبب اللي هو الاكل وبسبب قله الوعي في اللي هو تنظيم الغذاء. شلون انا اعرف ان طفلي عنده زياده بالوزن؟ عشان انا اقدر احل مشكلته لازم انا ادرك ان هو فعلا عنده مشكله. لو انا اشوف طفلي اقول والله احنا الاطفال الصغار صار عندهم خدود كيوت وشبي ومستانسين عليه، بس ترى الطفل لما يكون صغير خلال عمر السنه الى السنتين كل ما زاد وزنه تزيد عدد خلايا الدهنيه في جسمه. هني يصير خطر الوضع. فلما يكبر عدد الخلايا الدهنيه اوريدي هي كبيره، فيصير عنده نزول الوزن اصعب لما يكبر. في عكس الطفل لما يكبر وهو ضعيف تكون عدد الخلايا اقل، ولما يكبر الخلايا هذه تزيد، يعني تزيد في الحجم لا تزيد بالعدد، يعني وبعد السنه ما تزيد. فالمشكله ان لما الطفل يكون في مرحله نموه بالسنين الاولى عدد الخلايا نفسها يزيد. طيب شلون انا احافظ على شلون ممكن احافظ انا على سمنه ان اقلل من وزن الطفل؟ اول شيء لازم ادرك انه هو في مشكله وممكن يروح الطبيب، والطبيب راح يستخدم انا جايبه هني معي اثنين احنا نسميهم الجروث تشارت، هذا اذا يبينون معي حق البنات وحق الاولاد يشوف انه هو وزنهم مع طولهم مع عمرهم، ويشوف بطريقه معينه هل هو في الطبيعي ولا زياده بالوزن ولا قله بالوزن. فاي شخص ممكن يشك انه شنو اسمه هذا الفحص؟ جروث تشارت، هو اسمه جروث تشارت. اي طبيب اطفال او اخصائي تغذيه مختص بالاطفال يسوي الجروث تشارت، يحط معلومات الطفل هل هو ولد ام بنت، ويحط عاد اللي هو معلومات العمر مع الطول مع الوزن، ويقول ترى هذا على عمره وعلى طوله عنده زياده او عنده نزول. حتى اللي عندهم نحافه وايد ممكن يبين الجروث تشارت هو مدى، حتى الاكسار الاطفال الصغار الاكسار احنا نشوف بالجروث تشارت اذا هو على عمره هل هو فعلا يعتبر طفل قصير ولا طفل طويل، طويل كله بالجروث تشارت. سبية يمكن الحين قلتي عن الحركه وقله الحركه، وفي العاب يمكن خلاص قاعد تقعدهم في مكان ما يتحركون على الايباد وغيره، بس في لعبه الويلي قومي يتحرك مع اللعبه نفسها بالضبط. يمكن في صور يوريها، عندنا صور عن لعبه الويفا هذه مثلا صوره بدل ما انا اجيب البلاي ستيشن او الاكس بوكس اللي قاعد يلعبون سيارات ولا هواش ولا اللي هو، فهو ممكن ان الاهل يبون له لعبه هني مثلا هو يتصارع بالصج، يعني لازم يحرك ايده عشان مثلا هني قاعد، وهذه مثلا هم لعبه بس ثانيه بس خوفك ينفعل ويروح يكسرها ويكسر الدنيا يعصب خلي يصير في مسافه بينك ما عندك كنترول على اعصابه. اي فهذه من الاشياء الوسائل اللي انا ازيد ممكن الحركه عند الطفل، هو قاعد يلعب فاجيب له انا العاب، في مثلا التنس، في السباحه، في الركض، وهو واقف لازم يركض عشان يفوز السباق.
فهذه كلها تعتبر من الاشياء شلون انا ازيد الحركه مع الطفل. يعني شنو يسوي رياضه من غير ما يشعر وهو قاعد يلعب؟ هو قاعد يستانس يعني. وهم في شغله ان احنا لازم ما نضغط على الطفل. اذا انا عندي طفل سمين واحد من اطفالي عنده زياده بالوزن، لازم ما احسس ان انت مختلف عن اخوانك، انت مثلا تعاقب اذا كليت زياده، اخوانك قدامك يطلبون وجبات انت ممنوع تاكل وجبه، كانه هو صحيح. عنده ذنب انه هو خلاص راح تصير معاه عقده اي فراح يتعقد يكبر. او انه يلا يمتين انت يا ابو كرشه. هذه الاشياء ترى تعقد الطفل وممكن تسوي عنده رده فعل عكسيه. فلازم الام والاب يتفهمون الحاله النفسيه حق طفلهم اللي يعاني من زياده الوزن، ويكونون هم مثال حق. يعني الاكل اللي قاعد ياكلونه حق السفره كلها هو واخوانه وامه وابوه قاعد ياكلون نفس الاكل، ما يكون كانه مثل عقاب حق الطفل هذا لانه هو زايد وزنه، فاذا انت محروم من الاشياء والمنبات وايد يعانون فيها منها بكل بيت. يعني أكيد. يصيرون يحطون عليه وترى يفرط ويزيد بالفرق وياكل يحرك بالاكل بالضبط، من وراهم تلاقين القراطيس موجوده بدائره تحت الفراش خاشهم بقراش النوتيلا والقهوه حاطهم مرت علي انا احطهم داخل الادراج. خلاص انت ما تبي توكلني قدامكم، انا باخذ وباكل بداري واخش الاشياء. ودي نمر على باقي الاشياء هذه سميه. اوكي، فمن الاشياء اهم اللي شفتها الحين هذا، انا يمكن وايد يعني الاهل لما يشترون هذه حق اطفالهم، الحين هذا عباره عن كاكاو، هذا هو وجبه خفيفه حق الطفل. لما انا اتكلم عن كاكاو كذي هو وجبه خفيفه وبيخلص هذا كله، يعني شيء مخيف صراحه. يعني هذا كله عباره دهن عن دهن. كله عباره عن دهن، يعني انت قاعد توكل عيالك دهون غير عن الكاكاو اللي هم قاعد ياخذونه. سعود دير بالك، مفروض انا اقول لكم مفروض الام والاب يبون، ممكن يبون حلويات بالبيت، لكن في كبد خاص مثلا ثلاجه بغرفه الام والاب او كبد مقفول عليه، اللي والله مثلا مره باليوم عندك الكاكاو مثلا عصر، ما يكون الوضع مفتوح واجيبه كنا جزء من ماتشله البيت ولا انا الكاكاو ولا المشروبات الغازيه. لا ابشرك شو سمية، تنحط سله كذي على الطاوله ويلا وكل ما لذ وانت رايح وانت عاد تمتع في الحياه واستمتع. هذيله بعد من الامور اللي لفتوا نظري الحين الالوان، اي كلها الوان. يعني اي اب يروح يشتري هذيل حق اولاده كلها عباره عن اصباغ وكلها عباره عن الوان وعباره عن نكهات، ما فيهم اي شيء طبيعي. يعني خلي يكون التركيز اكثر على العصائر الطبيعيه، ولو ان الطفل المفروض ما يتجاوز نص كوب عصير باليوم كحد كحد المسموح حقه، نص كلاس عصير بس باليوم مو اكثر. نص كلاس نص كلاس اللي هو العصائر الصغيره هذه ال 125 ملي، اما لما ياخذ عصير كبير على الريوق وعلى الغداء وعلى العشاء فهذا تسبب وما يتحرك في زياده وزن. ما في حركه بالضبط. قلنا احنا عن وجبه الفطور الكرواسان، لكن هم حبوب الافطار اذا انا جبتها حق طفلي الكاكاو الالوان الاشياء. الحين في بعض انواع الكاكاوات البراندز نفسها مسوين عليه صاجه ولا السنمون الاشياء السنمون. يعني انا كنت قاعد اكل شيء سويت بصحن اللي هو وجبه الافطار مع حليب والحليب هو يكون هذا ويكون هذا اختيار طفلي. فممكن الام هي تكون سبب في زياده وزن طفلها وهي ما تعرف. صحيح. يعني صحيح. هي تعودت ان هذا يكون ريوق الاطفال، او تقول ايش بياكلون الاطفال، بعطيه مثلا كورن فليكس اسمر ولا بعطيه شيء ما ياكل طفل. يعني يمكن احنا ببالنا ان الطفل يعني كاكاو وحلويات والامور هذه ونغفل عن زياده الوزن اللي قاعد نسببها. يعني انا بس بودي يعني ناكد على كلام طبعا الاستاذه سميه، ان نحاول إن نعبر يعني عن حبنا لابنائنا ولعيالنا من خلال طبعا ترسيخ مفهوم الثقافة الغذائية والأكل الصحي عندهم. صحيح. من الصغر على أساس تكبر وياهم هذه العادات الغذائية. لكن قبل لا نختم بس بودي نمر على موضوع الألوان اللي تكلمنا فيه قبل شوي وخطورة. صحيح. الألوان أي الألوان اللي أنا لفت نظري مثلا سواء كان أشياء الجيلاتين أو الألوان هذه اللي هي دراسة اللي قلت لكم عنها اللي هو فود دايز رينبو أوف ريسك اللي هو قوس قزح من الأخطار قاعد نعطيه. يعني قوس قزح يعني شكثر خطورة أنا قاعد أسببها لأطفالي لما يأكلون أي شيء ألوان. إذا انتم بتوكلون عيالكم وجبات خفيفه او مثلا رحتوا معاهم الجمعيه وقاعد يخنطون من هذه الاشياء اللي فيها الوان، انا عندي يجيبوا لهم كاكاو. يعني الكاكاو خاصه الكاكاو اللي اذا كان فيه بسكوت اذا كان مثلا مجوف هو ما يكون كله كاكاو، وايد احسن من الحلويات هذه والالوان والاصباغ اللي قاعد نوفرها حق اطفالنا. حلو حلو. يعني هذه النصيحه لازم تكون في كل بيت وكل ام. الحين بلشوا اجازه سميه وصار درب الفرع ودرب الجمعيه سالك على الاخر، والوجبات السريعه بعد الحين للاسف الوجبات السريعه لما اقول سيايل همبرجر اي لما اقول كيدز ميل لما ترى تطلبينها ترى مو مالت كيدز هي ترى حجمها زين يعتبر. من قال لك تطلبون الكيدز ميل الحين؟ اي ما تخبر كيدز ميل الحين التشيكن نجتس احنا الحين صرنا نطلب الكيدز ميل للاسف والاهل قاموا يطلبون اللارج سايز اللارج سايز وهذه من اسباب زياده الوزن بعد سواء طلبوا كيدز ميل ولا طلبوا وجبه عاديه اللي البديل بشكل سريع. سميه الحين انا عندي اهل في البيت وادري ان تلفزيون يبي ياكلون ويتحركون بشكل سريع، شو اللي
السويت اللي ممكن احرص انه هم يحبونه مره باليوم مرتين مره بالاسبوع، شنو التفضيل؟ انا افضل يعني اذا يوميا اذا الطفل ما عنده زياده بالوزن ويوميا انا اعطيه مثلا الكاكاو اللي هو فيه 120 سعره حراريه او 100 سعره حراريه يعتبر مناسب حق الطفل، او مثلا يا بطاط يا كاكاو باليوم ما يصير اثنين مع بعض، لان لا يكون اثنينهم اللي هو مصدرين من السعرات الحراريه او الاكل الغير صحي. احاول ان انا ادخلهم المطبخ يقصصون معاي مثلا شنو الفواكه اللي هم يحبونها، الفراوله مثلا الحين ممكن انا اسوي لهم ايس كريم الحين احنا في فترة الصيف ويمكن وايد يحبون ياخذون يطلبون البرد او الايس كريم، ثلج الفاكهة ثلج الفاكهة ونسوي اللي هو الايس كريم باستخدام الجهاز فيكونون قاعد ياكلون برد ويستانسون وهم قاعد يشتغلون فيه. بالضبط اكيد، ففي وايد بدائل ممكن الام، احنا مسكينة الام كل شيء على راسها، الله يعينها الام وعلي الام والاب والله ما ندري عن والاب ما يدري عن عياله زين المصور فالام هي لان تكون شغلها بالمطبخ وبالتالي العيال ممكن يكونون يفتك من لجتهم قطهم بالجمعيه اشتروا اللي تبونه وتعالوا فممكن ان الام هي تساهم في الامور هذه اكثر كون ان بالها اطوال وهي مع الله يعين مع عيالها ويعين الجميع يا رب ان شاء الله والصحه والعافيه فالكم كلكم يا رب العالمين. شكرا سميه، شكرا لا تقاطعين وايد، ترى نولح عليك وايد وبسرعه ان شاء الله موجوده معك صراحه في كل لقاء ما شاء الله تطلع لنا طلعه او تجيب لنا معلومات، يعني انا اتصور هي جدا قيمه بالنسبه حق الناس اللي يهتمون بطبعا عاداتهم الغذائيه وشلون نطورها وشلون ايضا نحسنها على اساس ننقلها ايضا لابنائنا وكذلك للمحيطين فينا بحير الله ان شاء الله. اكيد سميه راح تكون معاكم بالامكان في رمضان ان شاء الله كل يوم الساعه 1 الظهر على الكويت بلس، تابعوها اول باول وشوفوا شنو الجديد شنو ممكن تاكلونه وممكن تبتعدون عنه بهذا الشهر الفضيل ان شاء الله يا رب العالمين. فالكم الصحة والسعادة يا رب. وصلنا للختام، وصلنا للختام وأنت مناركم طبعا عطلة نهاية أسبوع سعيدة من اليوم بالنسبة لنا وأيضا موعدكم باكر إن شاء الله اليوم الأربعاء مو الأحد ولا الخميس، ديروا بالكم اليوم الأربعاء بالضبط اليوم الأربعاء وأنت مناركم عطلة نهاية أسبوع سعيدة ويوم سعيد وإن شاء الله الوعد وياكم مباشر في صباح الخير الكويت في أمان الله. أكيد البيت العامر الكويت ولا تركنا معكم، كن دايم سلام.